الدكتور عبد الله متولي، أخصائي تجميل الأسنان، مؤسس مركز برايتي للأسنان، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، عضو الجمعية الألمانية لزراعة الأسنان. أهلا بكم. أنا بعتقد إن في 5 حاجات مهمين جدا لازم تحطهم في دماغك كويس قوي قبل ما تعمل سمايل ديزاين، قبل ما تعمل تصميم ابتسامة، قبل ما تعمل ما تروح لدكتور متخصص في تجميل الأسنان. أولها إن أنت تسمع كلام الدكتور، ودي بتهيألي يعني لو أنت نفذت دي هتنفذ الأربعة الباقيين بمنتهى السهولة، لأن هما الأربعة الباقيين مبنيين على إنك تسمع كلام الدكتور، ما تفرضش رأيك عليه. تاني حاجة إنك تكون عندك فهم أو مصدق إن الدكتور هيعمل لك تصميم الابتسامة بناء على شكل وشك وتقسيماته، دي تاني حاجة. تالت حاجة إن يكون في تناسق، ودي مسؤولية الدكتور، وإنت لازم تسمع كلامه فيها. يعني ما تطلبش مثلا السنان اللي فوق تبقى أكبر قوي من السنان اللي تحت، ولا السنان اللي تحت تبقى مش عارف عاملة إزاي، وتطلب أنياب أو تطلبي أنياب مختلفة شكلها كبير شوية. لازم يبقى في تناسق اللون، ودي خناقة، لازم يبقى اللون بتاع البشرة متناسق مع لون الأسنان. وآخر حاجة ومهمة جدا إنك لازم يكون في طاعة لكل علاجات الأسنان قبل التجميل. يعني لو الدكتور قال لك أو قال لك أنت لازم تعملي علاج الجذور، لازم علاج اللثة قبل ما نعمل تجميل، يبقى لازم نسمع الكلام. في الآخر الأولى هي أهم واحدة، إنك تسمع كلام الدكتور في كل اللي هيقول لك عليه. النهاردة هنتكلم على هذه المعاني كلها في قصص وحكايات مع ضيف العزيزة الذي يبدع في حواره دائما، واحد من الأسماء المتميزة للغاية في عالم التجميل، ودايما بيسعدني بحواره خارج نطاق المألوف، خارج الصندوق. دايما حواراتنا خارج الصندوق. النهارده ضيف العزيز الدكتور عبد الله متولي، اخصائي تجميل الاسنان، المؤسس لمركز برايتي للاسنان، عضو الجمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان، والمصمم الابتسامه المعتمد من البي دي سي بانجلترا. اهلا بيك يا دكتور. ازيك يا دكتور ايمن؟ الله يخليك. 5 حاجات صح؟ صح. اهمهم اول واحده اللي هي ايه؟ اسمع كلام الدكتور. دي حقيقه. يسمعوا كلامك. طبعا هو الفكره كلها ان البيشنت دلوقتي بقى عنده يعني معلومات كافيه، والانترنت سهل للناس قوي ان هي تدور على المعلومه، فبقى يجي يحط لك خطه علاجيه هو، يعني العيان يجي يقول لك اعمل لي كذا، واعمل لي حشو عصب في السنه دي، واعمل لي السنه دي بالطريقه الفلانيه. وده طبعا غلط. يعني هو طبعا ان هم بقوا عارفين معلومات اكتر عن طريق الانترنت وعن طريق برنامج زي الناس الحلوه والحاجات دي، بس لازم برضو في الاول وفي الاخر نسمع كلام الدكتور اللي بنثق فيه. انا هثق في دكتور هروح له هو يعمل اللي هو عايزه. سمايل ديزاين مشهور، تصميم الابتسام، ده مصطلح علمي ولا مصطلح تجاري؟ هو مصطلح علمي حقيقي اتحول في الوقت الحالي الى تجاري. يعني ايه اتحول الى تجاري؟ يعني دلوقتي بقى يجي العيان يقول لك ايه هو مفهوم السمايل ديزاين ايه؟ ان انا اخلي ابتسامتك شكلها حلو، صح؟ الناس قلبته لحاجه تجاريه، بقينا نتاجر بيه. يعني يجي عياده الاسنان او مركز الاسنان يقول لك ايه انا هوريك شكل السمايل بتاعتك قبل ما نشتغل. طيب هوريها لك ازاي؟ يعني هل هوريك مثلا صوره عليها ديزاين كده هو ده الديزاين، ولا هل انت انا هصورك بطريقه احترافيه واصورك فيديوز عشان اعمل لك تصميم ابتسامه؟ لو شفنا مثلا صوره زي دي الصوره اللي دارجه دلوقتي، فأنا هسميه سوق طب الأسنان. يجي العيان يقول لك إيه اعمل لي تصميم ابتسامة، ده أنا والله رحت العيادة الفلانية قالوا لي هنوريك شكل أسنانك قبل لما تشتغل، وروا له صورة زي دي. طب إيه عيوب الصورة دي؟ دي صورة ثنائية الأبعاد. هل طول الأسنان ده باين فيه مثلا شفايف أو وش إن الطول ده مناسب للحالة دي؟ مش باين حاجة، كل اللي باين فيها طول بعرض بشكل ولا ليه أي 30 لازمة خالص. ده هو السمايل ديزاين التجاري. اول ما نشوف صوره زي دي يبقى دي حاجه تجاريه على طول، يبقى الدكتور ده او المركز ده بيعمل لي تصميم ابتسامه اي كلام عشان بس يحاول يقنعني بالتريتمنت بلان او بالخطه العلاجيه. تصميم الابتسامه المعمول بحرفنه المعمول مظبوط
ده بيبان في حاله تبقى مثلا اسنانها مش باينه فجاه انا بينت له اسنانه. طب انا هجيب الطول ده ازاي؟ عن طريق تصميم الابتسامه، مش بس مجرد ماكت زي ده. احنا لو شفنا الصوره اللي بعدها دي محتاجه تصميم ابتسامه. ليه محتاجه تصميم ابتسامه؟ هو دلوقتي ما فيش ولا سنه عنده باينه ولا فوق ولا في اي لقطه. ده كده مثلا بيبقى عنده حاجه و30 سنه، فانت بمنظر السنان اللي مش موجوده ده تحس ان هو عنده حاجه و40 50 سنه. ده كده يتعمل له تصميم ابتسامه بالطريقه اللي احنا هنشوفها دلوقتي. كده هو في الفيديو اللي فوق، احنا لازم يتصور فيديو. اسنان اللي فوق مش بتبان خالص، كل اللي بيبان اللي تحت. ده بيدي احساس بكبر السن. في الصوره اللي تحت بعد تصميم الابتسامه سنانه بقت تبان. لو شفنا كمان الصوره اللي بعدها نفس الحاله، فوق الاسنان مش باينه، تحت وهو بيضحك حاجه بقى 3 دي يعني متحركه. انما مش تصميم الابتسامه اللي احنا شفناه في الصوره الاولانيه اللي هو مجرد رسم على الاسنان. الاولاني ده التجاري، ده اسمه تصميم ابتسامه حقيقي. ده كده جالي بشكل ابتسامه انا غيرتها له تماما وخليته شكله اصغر بكتير واحلى بكتير، ويعني هو طبعا اتبسط جدا. هو على فكره ده صعب، يعني النوعيه دي من الوشوش صعبه. بالظبط، لان الحاله دي مثلا انت طول السنه كام؟ حوالي 14 مللي. طول السنه الطبيعي 10 مللي. في الحاله دي احنا مضطرين نطول قوي. لو انا مش عامل تصميم ابتسامه وخدت له مقاسات وبعتها للمعمل هيجيبها لي قصيره برضه. يبقى انا لازم اجايد المعمل، لازم انا اللي اقود المعمل اقول له اعمل لي السنه طولها كذا. يبقى انا كده عملت تصميم ابتسامه. بص بقى انا هقول لك على حاجه يمكن انت ما تعرفهاش قوي. في افلام زمان تسمع عن بروسلي؟ بروسلي طبعا. في مجموعه افلام عملها بروسلي واللي جم بعد كده فكره مبنيه على انه يدخل عماره كل دور في عدو من اعدائه بيواجهه، وكل ما يعلى في الادوار يعدي يعني يكون مستوى اللي بيحاربه اقوى واصعب يعني. فانا اقول لك بعتقد ان اللي جاي يعمل تجميل عندك قدامه عماره من اللاءات، عماره من العوائق. اول دور في العماره الوقت، وهو جاي عمال يفكر في موضوع الوقت. واهم حاجه انا اشتغلت عليها ويعني وتعبت الناس اللي شغالين معايا عليها بالمعمل اللي انا بشتغل معاه بكل حاجه، الوقت. انا يهمني قوي ان انت تجيلي زيارتين بينهم 4 5 ايام بالكتير قوي اسبوع. ده مهم قوي. كتير قوي من العيانين ممكن او كلاينت، انا بحب اسمي اللي جاي يعمل تجميل مش محبوش يبقى اسمه عيان، اسمه كلاينت. لما بيجي هو مثلا بيبقى بيشتغل في حاجه معينه، او هي مثلا ام ولا حاجه، والتجميل رفاهيه يعني مش هتموت من غيره. هعمل لك الكلام ده في قد ايه؟ والله في شهرين. السلام عليكم، مع السلامه. او هي بتبقى عندها فكره قديمة، لأن زمان كانت دكاترة الأسنان بتشتغل بالقطعة. يعني يجي يحشي سنة ويمشي، وبعدين السنة دي تبوظ ومحشي اللي جنبها، أول ما يحشي اللي جنبها تكون الأولانية باظت التاني، فبيعيش مع دكتور السنان. بيعيش مع دكتور السنان. فدكتور السنان ده بقى اسمه صديق العائلة، وبقى الدكتور النفساني كمان يعني بيشتكوا له. يعني ده مش السيستم خالص اللي احنا بنشتغل بيه دلوقتي. هو العيان بيجي نعمل له عمرة في سنانه، بيجي جلستين بينهم اسبوع بخلص له كل السنان. انا احب اعمل كل السنان مع بعض. يجي مره نشتغل واللي بعدها يركب التركيبات التجميليه سواء كانت قشره تجميليه فينيرز او كراون وشكرا. حاله زي دي عامله حشوات كتير قوي في سنانها. دي طبعا ما بتجيش كده من نفسها تقول لك جمل لي سناني، هي بتبقى جايه مع حد، فانت بتشوفها انت سايبه نفسك كده ليه؟ فهي بقى بتبقى فاقده الامل في ان هي تعمل سنانها ليه؟ لان هي عملت الحاجات دي في سنين. انت متخيل دي حشوات؟ هي عامله حشوات. طبعا كل سنه تروح تعمل واحده، وقبل ما تعمل الثانيه تكون الاولانيه، قصص كبيره. طب الحاله دي لو شفنا الحاله بعد اتعملت كده في قد ايه؟ في اسبوع. ففكره الوقت انا بالنسبه لي اهم عنصر من عناصر تجميل الاسنان. اهم حاجه، اهم حاجه ان انا اعمل لك سنانك في وقت قليل جدا. انت مسافر بقى، انت بتشتغل، انت وراك اي حاجه، الموضوع ده بيتعمل ماكسيمم اسبوع. ماكسيمم يعني لو الدنيا زحمه جدا بيبقى اسبوع، في الايام العاديه بيبقى 4 ايام. ففكره الوقت من اهم الحاجات.
لو شفنا مثلا حاله زي دي، دي انت طبعا هتعرف هو منين، انهي دوله. اه ده من اليمن. تمام. ده من اليمن ليه بقى؟ السنان دي غالبا بسبب القات. بالظبط. الحاله القات يعمل كده في السنان، اصل احنا بنشوف عينين اليمن، اليمن دي بلد عظيمه، واليمنيين دول شعب رائع وعندهم تقدير كبير جدا للطبيب المصري. اليمنيين عندهم مشكله، حكايه القات دي لازم يشوفوا لها حل، لانه القات بيبوظ الفم وبيبوظ الاسنان بشكل غير عادي. بياكلها. بياكلها، ما هو حمضيته عاليه. بالظبط. اه فهو العيان اليمني بيتعرف ان هو داخل لي على باب العياده كده. عندهم مشكله تانية، الميه كمان. الميه والقات. والقات حاجتين، مياه جوفيه وقات. آه. تلاقي اللي بيخزن القات يعني معظمهم رجاله. هو ليجل عندهم، هو مش إليجل. ليجل. حاجه في التراث. بالظبط. بيبقى شكل اسنانه كده، واللي بيبقى من الميه بتلاقي اسنانهم فيها سنه بياض، بطش بيضه كده. طبعا الحالات دي بتتجمل عن طريق التركيبات التجميليه. لو شفنا الحاله بعد واتعملت في قد ايه، تخيل ده بقى كده في 4-5 ايام. ده كراون مش فينير. ده كراون طبعا. لان السنه متاكله من ال، مفيش طبقه المينا. بالظبط. القط بياكل طبقه المينا. طيب ليه عملنا كراون مش فينير؟ عشان تعيش معاه طول العمر. طب لو عملنا في الحاله دي فاذا الخطه العلاجيه مهمه في ان هو يقعد قد ايه كده. ده كده لو ما دام عملنا كراون، في ناس بتيجي تقول لي انا عايزه فينير عشان الفينير شكله احلى من الكراون. في ناس مفيش فرق في الشكل، الفرق في طريقه تحضير السنه. السنه لما بتبقى سليمه بنعملها قشره من بره خارجيه، سمكها قليل قوي، تدي شكل سنه سليمه. طب سنه بايظه زي دي، لا لازم احوطها كلها بكفر، شكلهم واحد الاثنين. عشان في ناس فاكره ان في فرق بين الكراون والفينير. الكراون اللي هو الطربوش ده تركيبه بتتعمل من الاي ماكس او الزيركونيوم او الالترا ماكس، بتغطي السنه كلها وتحافظ عليها. الفينير لو انا اسناني سليمه وعايز بس اغير اللون، اعيد رصتها، ارسم ابتسامه، بس لازم تكون السنان سليمه، بركب القشره الخارجيه اللي هي بتبقى تحضيرها خفيف قوي، مجرد تخشين. فانا بالنسبه لي لو العيان اللي بتاع القاد ده جه قلت له والله انا هعالج لك كل سنتين مع بعض في خلال شهر ونص، هيعملها؟ لا طبعا مش هيعملها. هبقى انا كده قصرت معاه. عشان كده هو عنده مثلا حوالي 38 او 39 سنه. ومشكلته مش ماديه، مشكلته كانت لما بيروح لدكتور بيشوف سنانه، الدكتور نفسه بيتخض ويقول له والله احنا هنعالجك في 3-4 شهور. لا انا الحاله زي دي تتعمل في 4-5 ايام بالظبط، وهم جلستين. يعني بيجي زياره والثانيه بيركب. الدور الثاني في التحديات، الدور الاولاني كان الوقت، الدور الثاني لخبطه والحيره فيما يتعلق بالخطه العلاجيه. عارف الحيره بقى، هو ودنك منين يا جوحه؟ بالظبط. هو الخطه العلاجيه مهمة قوي، أو أنا شايف يعني من شرف وأدب مهنة طب الأسنان إن أنا أطرح على المريض بتاعي كذا خطة وهو يختار الأنسب ليه. كلنا يا دكتور أيمن اهتماماتنا وطريقة تفكيرنا مختلفة، فأنا ممكن حاجة تليق عليا ما تليقش عليك. ممكن مثلا أنت تحب العربيات الإنجليزي وأنا أحب العربيات الألماني، فالفكرة كلها إن إحنا كل الناس طريقة تفكيرها مختلفة. فما ينفعش ان انا اعرض عليك وجهة نظري الاحادية الاحادية. يعني ما ينفعش اقول لك والله انت خطتك العلاجية كذا وهي دي وهو ده. لا انا ممكن اقول لك انا اعرف اعمل لك كذا بس انا ما اعرفش اعمل لك كذا. فما ضيعش عليك فرصة التجميل. لان التجميل دي فرصة، التجميل ده ممكن يغير لك حياتك. لو شفنا حالة زي دي ألف به أي دكتور سنان لو جبته من أول ما هو في سنة خمسة كلية لحد اللي مخلص تقويم. حتى أنت يا دكتور أيمن مش الدكتور أسنان تقول تقويم. ليه تقويم؟ عنده سنة، عنده يونيلاترال كروس بايت، يعني عنده سنة داخلة وسنة خارجة وسنان طالعة لبره وفي فراغات، فأنت أول ما تشوفه تقويم. صح؟ مش هيعمل تقويم. مش هيعمل. ليه مش هيعمل تقويم؟ لانه سنه كبير وهيقول لك لا مش هقعد، انا رايح جاي عند دكتور سنه وانا مش فارق لي اصلا. يعني الموضوع بالنسبة لي لا، لو هتعذبني سنتين بالتقويم وتقعد تركب لي حديد وأولادي يضحكوا عليا مش هعمل. هو المريض بقى هو دماغه كده، ممكن مريض تاني يقول لك لا هعمله. بالظبط. ويبقى ملتزم. بالظبط. ف وكمان هو عنده تروما في العيلة من التقويم، يعني ممكن يكون حد من عيلته عمل تقويم وفشل. ف
فالفكره كلها ان حاله زي دي انا الانسب لي، انا شايف ان الانسب لي التجميل، الانسب مش الافضل، الانسب. بعرض عليه الحلين، والله في تقويم وفي تجميل، لكن ما اقولوش والله هو انا مثلا بتجي بميل للتجميل، ما اقولوش لا انت حلك تجميل بس كده غلط. لا، انا اقول له في تجميل وفي تقويم، ايه الانسب ليك؟ كذا، هو بيختار التجميل، فانا كده عرضت عليه الحلين. لكن ما يروحش بقى للدكتور يقول له لا والله انت حالتك تقويم فقط. طب الحالات اللي هي زي دي اللي بتحتاج تقويم واحنا بنعملها تجميل، دي بتبقى صعبه جدا على الدكتور جدا. انت لو شفت الحاله بعد الحاله دي بذل فيها مجهود خرافي، بص السمايل بتاعته مرسومه ازاي في قد ايه. انا ما اعرفش انت رجعت له سنانه لورا ازاي، انا مش فاهم. ما هو ده برد، ده برد صعب. ما هو خلي بالك احنا في سن معظم الحاله فينيرز، وفي حوالي 3 او 4 اسنان اتضرت. بس خلي بالك انت في التقويم هتخلع له دروس، فانا بالنسبه لي البرد احن شويه من الخلع. طب حاله زي دي قعد اتعملت في قد ايه؟ اسبوع. فاذا ده حل مناسب للمريض اللي هو مسافر بره مصر وعايز سنان. ما هو التقويم مش هيعالج مشكله شكل الاسنان، هيعالج الرصه، هيعالج الرصه وهيعالج العضه المعوجه، كل ده اتعدل في اسبوع بلون جديد بحياه جديده، وهيفضل كده مدى الحياه. يعني هل التركيبات دي هتتغير مثلا بعد 5 6 سنين؟ لا، التركيبات دي هتفضل كده مدى الحياه بشكل حلو وبلون حلو بعضه مظبوطه. خلي بالك احنا لما بنظبط العضه السنان اللي عماله تخبط في بعض دي هي بدات تتلخلخ، لما بتظبط له العضه تاني خلاص السبب اللي بيخلي فيه لخلخه بيروح، فالسنان بترجع تثبت تاني نسبه كبيره. الدور الثالث بقى، الدور الثالث ده دور مهم جدا جدا جدا، لانه دور المستحيل. في كده ناس عندها يقول لك ايه، ازدحام سنان، سنان كتيره راكبه فوق بعض وبتاع، فده بالنسبه له هو يعتقد انها حاله مستحيله. حتى هو يعني لو فرضنا انه راح لدكتور سنان هتلاقي اول كلمه يقولها هو الدكتور السنان يقول له ايه، انا عارف ان انا حاله صعبه قوي. هو الراجل مصدق انه حاله صعبه قوي، بيقول لك الدنيا ملخبطه عندي. ما في ازدحام. انا بيني وبينك حاجات الازدحام دي برضو يعني مستفزه بالنسبه لي، انتوا بتتعاملوا معاها ازاي؟ بس انت هترص ازدحام، يعني الفك صغير وفي عدد اسنان اكتر من الفك. اللي خلى جزء كبير قوي من العيانين عندهم ازدحام اسنان ومستحملينه، في منهم ممثلين وفي منهم ناس مشاهير، ان كان بيتعرض عليهم حل واحد فقط، التقويم. تقويم ايه في التمثيل؟ مش هينفع، ومش هينفع في حالات كتير. فانا لما بعرض على العيان حل واحد فقط، العيان ده بيفضل لسن كبير. معظم حالات الازدحام دي هتلاقيهم معديين ال 40 سنه. وتقول له ما عملتهاش من زمان، يقول لك انا يعني كنت هموت على حل، بس ما قداميش غير حل واحد اللي هو التقويم، وده مش مناسب ليا. التقويم مش وحش، بس ممكن يكون مش مناسب. مش مناسب وظيفه، مش مناسب لسن، مش كذا حاجه. حاله زي دي اسمها كلاس 2 ديفيجن 2. يعني السنتين اللي في النص داخلين لجوه، واللاترالز اللي جنبهم طالعين لبره شويه. ألف ب الحالة دي إيه؟ تقويم. طب في حل آخر؟ فيه تجميل. ليه ما عملهاش تجميل؟ لو شفنا الحالة بعد بقى عندها ابتسامة طبيعية بيضة عريضة في قد إيه؟ في 4 5 أيام. أسنان شكلها طبيعي جدا، هي طالبة إن أسنان تبقى طبيعية. ليه ما عرضش على الناس الحلول؟ يعني أنا ليه ما عرضش على الناس الحلول؟ حالة زي دي اتعملت تركيبات ثابتة إي ماكس فينيرز، في سنتين منهم كراونز، هتعيش كده مدى الحياه. ليه ما عرضش عليهم كل 90% من الشعب المصري عندهم ازدحام في الاسنان وعايشين بيه، عشان ما كانش بيتعرض عليهم غير حل واحد اللي هو التقويم. لا، في حلول تجميليه اخرى. نرفع بقى الليفل، نرفع الليفل. في 2 قدامك، تقويم وتجميل. التقويم والتجميل، التجميل زي ما بيقولوا كده ضرب التقويم، انتصر عليه، لان في حالات التقويم ما يقدرش ينتصر فيها على التجميل. ده واقع. انا مش عايز بس الصوره توضح ان انا ضد التقويم. لا لا، انا بقى احنا بنتكلم على انه في حالات، حتى باينه كلمه، مش كل الحالات. هو دايما الحالات الملعبكه
بنسلمها لدكتور التقويم، يعني خد بقى انت سلك، لان هي بتبقى صعبه شويه في التجميل. طب لو انت قلت للدكتور بتاع التقويم خد سلك وقال لك لا انا عطلان خد سلك انت، هتتصرف ولا لا هتصرف؟ حاله زي اللي موجوده قدامك دي صعبه قوي، حاله صعبه ورخمه. اها الحاله دي اترفضت من كذا دكتور تقويم نتيجه لايه؟ للاشاعات اللي اتعملت مبينه ان مفيش مثلا عظم كفايه، مفيش كذا حاجه تمنع التقويم. طيب حاله زي دي قدامه حل من حلين، يا اما يعيش كده، وعلى فكره هو بيتعرض للتنمر من اهله، دي حاجه مأساوية، من والده، وبيتعرض للتنمر من صحابه وهو صغير وعنده 17 سنه، عنده 18 سنه. يا اما نتصرف ونشوف له حل، وهو ليه حل جراحه فك، حل جراحه الفك ده انا بخليه في الاخر خالص، ما بستخدموش غير لو يعني ايه، لان هي حاجه صعبه جدا مكلفه جدا، هو مش هيقدر عليها كماديا ولا يعني كعمليه كبيره. طيب وبيقول لك انا يعني فعلا في حاله، في وضع صعب، حاول تساعدني. طيب حاله زي دي روح لدكتور التقويم، لا خد انت استلم، دي قنبله. طب هنعمل له ايه؟ انت عارف القنبله لما خد بالظبط خد انت لا هات انا خد انت. طيب في حاله زي دي انا ضحيت بالسنتين في النص، ضحينا بيهم عشان يبقى الشكل زي اللي حاصل دلوقتي. بص يا دكتور ايمن، السنتين الشكل بتاع السنان، احنا لو شفنا الخط اللي مرسوم ده عشان يبين قد ايه السنان كانت طالعه بره هنا، لاحظ كده الفرق بين السنه والشفه اللي تحت، بين الحاله فوق وتحت، ده الشفايف رجعت لجوه، لا ده السنان هي اللي دخلت. ايوه ما من عارف، ما السنان لما دخلت فالشفايف رجعت معاها بالظبط. فالفكره كلها في ان انت، انا دايما بالنسبه لي التجميل ايه؟ يعني التقويم ده مثلا او الجراحه بتعالج الاساس، يعني التقويم يرجع السنان مكانها، الجراحة تشيل العظم البارز، التجميل بيداري العيوب اللي موجودة على نفس الوضع. الحالة دي من أصعب الحالات اللي اشتغلناها، وده أحسن حل وصلنا له. إحنا يعني أنا عمري في حياتي قليل جدا لما أعيد حالة، أو يعني لما أشتغل حالة أنا بخلص في أسبوع بالكتير، عمر يعني قليل قوي 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 لما حالة تتعمل على مرتين. الحالة دي اتعملت على مرتين من شدة صعوبتها. طيب هل السمايل بتاعته بيرفكت؟ لا مش بيرفكت، البيرفكت بتاع ان انت تعمله جراحه، ولكن احنا قدرنا نوصل ل 80% في وقت قليل بتكلفه قليله. انا راضي والعيان راضي جدا كده، مش هيتعرض للتنمر على الاقل يعني. نورت وشرفت يا دكتور عبد الله. نورك يا دكتور. ضيف العزيز دكتور عبد الله متولي، اخصائي تجميل الاسنان ومؤسس مركز برايت الاسنان وعضو الجمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان، المصمم الابتسامة المعتمد من البي دي سي، كان كعادته متالقا في الناس الحلوه. خليكم مع الناس الحلوه. يعني العصب بتاع اسفل الظهر ده ألم صعب جدا، ألم الرقبه بشع، ألم المخ نفسه اللي بيبقى طالع من الاعصاب الكرينيال، الاعصاب الدماغيه زي ألم العصب الخامس او كلام من ده، ألم مرعبه جدا، ويعني الواحد ساعات بيبقى يتمنى اي حاجه تحصل بس الألم ده يختفي. بيشيل وبيتهيأله ان هو تمام، في منتهى الخطوره الحركه دي ممكن تموته، او ربما فعلا تكون عملت كارثه كبيره جدا عنده. الجزء الثاني العصب ده لو انضغط فتره وانت حضرتك سبته وقعدت تاخد مسكن، والاشهر من المسكن دلوقتي بقى المخدر، بقى بيجروا على المخدرات كتير جدا جدا جدا، وبتتصرف وبيلاقوها وبيجيبوها بياخدوها، بيقول لك ده انا باخد المخدر الفلاني بالاسم كده بقى لي 7-8 شهور. طب بعد المخدر ده ايه الموجود؟ هيحصل بقى الغضروف؟ ما هو ما راحش، يعني انت ما عالجتش غضروف.